السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم إن شاء الله في نفس الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه أمس، اللي هو على تسييس العمل الإنساني وعسكرة العمل الإنساني. وطبعا وصلتني أسئلة كثيرة من بعض الشباب، وخاصة الأستاذ أحمد الحيت اللي هو حط 7 أو 8 أسئلة وطلب مني ان انا اعمل هذه الحلقة حلقة نقاشية ان شاء الله. قبل ما نبدأ الحلقة دي لابد ان انا نتكلم عن تسييس وعسكرة العمل الانساني. التسييس ما بيجيش من الحكومات فقط، التسييس بيجي ايضا من الجمعيات اللي اعضائها بيكونوا منتمين لبعض التوجهات السياسية، الافكار السياسية، الأفكار الفكرية الأخرى، أو الجماعات الدينية أو إلى آخره. فإذا كانت الحكومة بتسيس فإحنا نعرف إن الحكومة بتسيس العمل، لكن علينا إحنا كأفراد ألا نسيس العمل ونجعل العمل تابع لجهة معينة ليس تابع للمجتمع. الصورة اللي بعد كده. بالنسبة لعسكرة العمل الإنساني أيضا دي ظاهرة بدأت في بعد الحرب بتاعت السوفيتية الأفغانية، في ناس متحبت الجيوش اللي موجودة هناك إنها تظهر لنفسها صورة إنسانية من خلال الجنود اللي هناك. ده أمر خطير جدا جدا جدا. وجاءت الهجمة دي أو جاءت الريح دي من أمريكا على أوروبا لتجعل للجيوش دور في العمل الإنساني. أنا شخصيا وده رأيي المتواضع فيه، تسييس وعسكرة العمل الإنساني يعتبر من الكبائر المحرمات داخل العمل الإنساني. لازم تقاسم لحق العسكريين أو الأمنيين؟ لا، بل بالعكس، محافظة عليهم. لماذا؟ لأن الشخصية العسكرية هي شخصية فوقية آمرة غالبا ما لا تستمع. الشخصية الأمنية شخصية بحثية تحاول تجد الجناح، فشخصية شكاكة تشك في الإنسان إلى أن يثبت إن هو بريء. فلذلك احنا نجنبهم مخاطر التعامل مع المجتمع وخاصة في العمل الإنساني. ليه؟ لأن مناخات العمل الإنساني متغيرة باليوم وباللحظة وبالثانية وفق الحاجيات ووفق الثقافات بتاعت الشعوب وفق أديان وقيم الشعوب. بالنسبة للأمرين دول تكلم فيهم انهم يعتبروا كبيرة في العمل الإنساني، أن نسيسه أو نعسكره أو نجعله يدار بالدوائر الأمنية تكون على سدة هذه الجمعيات، مثل مثلا لواء أو عقيد أو عميد أو إلى آخره في بعض المؤسسات الخيرية. ده طبعا شيء لا يتمشى مع ثقافة وفكر وقيم وأخلاقيات العمل الإنساني. نرجع مرة أخرى لنشأة المؤسسات الحكومية أو الإدارات أو الوكالات التنمية الدولية. متى نشأت في الغرب؟ عشان نعرف كيف الغرب استطاع أن يحترم إبداع الفرد اللي في الغرب، سواء كان من أمريكا أو من أوروبا، حينما كان يذهب لأفريقيا ويذهب لآسيا علشان يبشر. من حق الإنسان أن يخبر عن الدين بتاعه. ورجعت هذه الفكرة لكثير جدا من هذه الحكومات أنها تبتدي تحول هذه القوة الناعمة، قوة ناعمة العمل ده، العمل الإنساني هو من أقوى القوى الناعمة لأي مجتمع في العالم. فبدأت تفطن لها الحكومات في بعد الحرب العالمية الثانية، وتبتدي تحولها إلى مؤسسات حكومية دولية لكي تحقق بها السياسات الخارجية لها. في وقت احنا اليوم في القرن 21 نجد ان كتير جدا من الحكومات العربية والحكومات اللي موجودة في العالم الاسلامي تمنع وتتهم هذه الجمعيات بالتطرف والانعزالية والصدامية والارهاب، وتسلط عليها دوائر إعلامية. شوف الغرب اكتشف القوة الناعمة للعمل الإنساني فحوله لإدارات دولية، والشرق بيحارب
العمل الإنساني وهذه القوى الناعمة فبيقتلها ويؤدها في مهداه. وده ما يحدث الآن وللأسف في تصنيف كتير جدا من الجمعيات من خلال دول معينة بالإرهاب والتطرف إلى آخره. هذه بعض الوكالات التنمية اللي أنشئت، مثلا وكالة الفرنسية للتنمية سنة 1944 للإف دي، النرويجية للتنمية سنة 1960، ودي تابعة الأولى تبع وزارة الخارجية، الثانية تبعة لوزارتين، وزارة المناخ إذا كان بتتحدث عن تتحدث عن الغابات، ووزارة اللي هو الخارجية كانت بتتحدث عن الصحة الخارجية. اليو اس اي دي اللي هو الوكالة الأمريكية سنة 1961، وأنشأها الرئيس الراحل جون كينيدي، ودي مؤسسة مستقلة لكن تاخد التوجه من الرئيس وزير الخارجية واللجنة العليا للأمن، اللجنة العليا للأمن. بعد كده بريطانيا اللي هي الوكالة البريطانية للتنمية الدولية من 61 اتطورت أصبحت وزارة حاليا، أصبحت وزارة. الدنماركيين عملوا بردك المؤسسة بتاعتهم الدولية للتنمية سنة 62 وتابعة للوزارة الخارجية. السويديين عملوها سنة 65 ودي طبعا بردك للوزارة الخارجية اللي بعد كده. الكنديين سنة 68 ودي تابعة للبرلمان. اليابانيين اللي هي نمرة 8 مفروض هي جايكا سنة 74 ودي تابعة بردك لوزارة الخارجية. الألمان جي تي زد بقى جي اي زد تابعة بردك لوزارة الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي. الأسبان عملوها سنة 88 وتابعة لوزارة الخارجية. يعني كل هذه الدول شعرت بقيمة القوة الناعمة للعمل الإنساني فأنشأت لي وزارات أو أقسام علشان تفرض في السياسة بتاعتها. ده اللي هنتكلم فيه، يعني نتكلم عن العسكرة وقيادة العمل بعمل رجال الأمن أو السياسيين. دي دول إذا أردت أن تأخذ منها منحة فتعلم أن هذه الدول بتحقق سياسة الدول بتاعتها. حتى الأمم المتحدة ومؤسستها، لأن الأمم المتحدة يعتبر مؤسسة دول، وكل المنح اللي تيجي الأمم المتحدة بتكون وفقا لسياسة الأمم المتحدة اللي وفقا لسياسة الدول المانحة، وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى آخره. بعد كده دي بعض الأسئلة الأخرى اللي جات. احنا كنا بنتكلم عن المقدمة دلوقتي، دي كانت المقدمة اللي هي العسكرة والأمننة واللي هو تسييس. أنا قلت الثلاثة دول يعتبروا بالنسبة لي من الكبائر في العمل الإنساني. أنا أسأل عما أقول، أنتوا تفعلوا ما تريدون. أول سؤال تاني جه من الشباب، هل لدى الجمعيات، يمكن هو بيتكلم عن بعض، أخونا أحمد من أحد المدربين الأكفاء اللي بيعملوا في منظمة العون المباشر في الكويت، لكن هو في السودان، هل لدى الجمعيات نظام إداري ده شفافية؟ النظام موجود لكن احنا بنطبقه. كل القرآن موجود، الإنجيل موجود، التوراة موجودة لكن احنا بنطبقها؟ لا، كل الحاجات دي موجودة، سواء كانت في وزارات الشؤون الاجتماعية أو الوزارات المانحة للعمل الخيري والإنساني في الدول العربية والدول الأخرى، لكن هل احنا بنطبقها؟ أنا أقول وأجزم إن غالبية الجمعيات اللي أنا قعدت معاها واختلطت بيها في دول عدة دون ذكر أسماء لا تطبق معايير الشفافية، لا تطبق معايير الشفافية على الإطلاق أو على استحياء بعضهم بيحطوها. أقل معيار من معايير الشفافية إنها الشفافية المالية، إنك يكون المال اللي أنت بتاخده من المجتمع وبتصرفه على المجتمع، المجتمع بيعرف كيف أخذه وكيف صرفه. دور على بعض الجمعيات، إن هذه الجمعيات تضع التقرير المالي النهائي على الصفحات الانترنت بتاعتها لكي تعرف مدى معيار الشفافية في اتخاذ القرار الداخلي إلى آخره. هو الرئيس الواحد الأوحد اللي هو صاحب القرار في كثير من الجمعيات، ودي تعتبر كبيرة أخرى من الكبائر. نمرة 2، هل هناك هيكل تنظيمي يتفق مع احتياجات، هل هناك هيكل تنظيمي
يتفق مع احتياجات المجتمع حيث يحق للفئة المستهدفة الإشباع ويوفر بيئة عمل لتلبية المتطلبات المرجوة. هل هي في هيكل؟ إذا أردنا أن نعمل هذا هيكل تنظيمي، ده لابد يكون هيكل تنظيمي مرن جدا علشان يستطيع إنه يتكيف مع احتياجات المجتمع، مش هيكل تنظيمي صلب. ويقول القائمين على هذا الهيكل التنظيمي يكونوا من الأكفاء ذو الخبرة، ليس فقط الخبرة المهنية في العمل الإنساني والعمل المجتمعي، بل الخبرة المهنية في فهم ثقافة المجتمع والتكوينات المجتمعية المختلفة بديموغرافياتها المختلفة وقيمها المختلفة وثقافاتها المختلفة وعرفها المختلفة. المرونة بتديك ايه؟ بتديك مرونة عند عقلية الشخص الذي يستطيع ان هو يدير هذه المؤسسة، زائد عقلية الشخص الذي يستطيع ان يفهم ماذا يريد المجتمع او احتياجات المجتمع. فان اردنا ان احنا نجد هذه، نحل هذه المعضلة، فلابد ان نعين الاكفاء القادرين على فهم المجتمع وفهم كيفية تعامل المجتمع كيف نتعامل المجتمع. لكن هو للأسف احنا بنعين اصحابنا، بنعين اقاربنا، بنعين ابناء الجماعة اللي احنا بنعرفها او ابناء الحزب السياسي اللي احنا بنعرفه، وبنعين بالتليفون، وبنعين بالحلم. انا شفت حسن جاي عندي في المنام الليلة، يلا حطه فوق، كأنك انت نبي مرسل او رسول مرسل، وربنا سبحانه وتعالى ارسل لك في المنام بتاعك ايه رؤية صالحة عشان تعين فلان او فلان. وعدم، ودي جزء منها بردك، عدم يعني انا ما قلت التعيين عندنا في مشكله كبيره جدا 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 جدا. نمره 2، ان احنا في جميع في غالبيه مؤسساتنا في العالم العربي والمناطق الاخرى النساء فيها مهمله، مش موجوده، وده جزء كبير جدا من المجتمع يستطيع ان يحقق يديك الاجابه على هذا السؤال. الشباب مش موجودين، ده الشباب موجود ولا النساء موجوده، وده حوالي 60-70% من المجتمع. وتنحصر القرار السياسي ما بين مجموعة معينة من فئة معينة من توجه معين من خلفية معينة. فإن كان هذا الأمر فلن يستطيعوا تحقيق وهذا السؤال والاستجابة لمتطلبات المجتمع المتغير. السؤال الثالث، هل هناك نظم تحقق شبابية الجمعيات والمؤسسات وتجعل هناك شبابية في البرامج والأداء؟ في نظم بس احنا ما متابعهاش. انت عايز تحقق الشبابية ازاي و 90% او 80% من اعضاء مجلس الادارة فوق 60؟ انت عايز تحقق شبابية المجتمع ازاي او المؤسسة ازاي وانت ما عندكش في الموظفين في الادارات العليا او الوسطى شباب او نساء؟ ازاي هتحققها؟ ازاي هتحققها؟ للأسف احنا في أعمالنا الخاصة في شركاتنا الأب بيجيب ابنه يعلمه من الصفر عشان يكبر، لكن في العمل الخيري بندوس عليه بالجزمة بالجزمة، وكأن العمل الخيري ده ملك أمي وملك أبويا وملك خالتي وملك عمتي. هو مش عارف الشخص المسؤول ده اللي قاعد من المعمرين أو من المعلقات اللي يعني نتكلم عنها، إن هو خادم للمجتمع من خلال وجوده داخل الجمعية، والمجتمع من حقه ان يسأله في كل كبيره وصغيره. فاين الشباب عشان نحقق الشبابيه، واين النساء عشان نحقق الشبابيه ارضا، عشان يكون الجمعيه بتاعتنا فيها كل اطياف المجتمع العمريه، الشباب والرجوله اللي هم في السن معين، او حتى الشيوخ نستفيد بيهم من النساء ومن الرجال. فان لم يكن هؤلاء موجودين وفي سيستم موجود داخل المجتمع داخل المؤسسه لكي يرقي هذه الطاقات الشبابية بكفاءة. العملية مش ان انا اكون مؤسسة غنية او كذا وعايز اجيب من بني وطني فقط وهم على غير دراية وعلى غير معرفة وعلى غير قدرة، وحطهم بس عشان ياخدوا قيادات في المؤسسة. ده بيخلي المؤسسة وللأسف تنزلق وتتأخر. ليه؟ لان انت بتجيب شباب وطنيين لكن الناس عندهم لا الخبرة والقدرة ولا الرؤية والمعرفة ولا الكيفية كذلك في تنفيذ هذا. احنا ما ناتي نكون داخلين هؤلاء، نعمل نظام داخلي لترقيه الشباب وتدريب الشباب. واهم شيء في الترقيه والتدريب
والعمل هو ان انا ارسل هؤلاء الشباب، خاصه شباب الدول الغنيه اللي في المنطقه العربيه، يروحوا يعيشوا زي ما كان عبد الرحمن الصميد رحمه الله عليه عايش في وسط ايه، في وسط الادغال، زي ما النساء والرجال والكهول من اوروبا وامريكا الى اخره سافروا لاسيا وسافروا لافريقيا منذ عشرات السنين او مئات السنين علشان يوصلوا الخدمات المجتمعيه. العمليه القرار مش هيكون، التربيه دي مش هتكون انت هتحطهم على مكتب في الكويت ولا مكتب في الدوحه ولا مكتب في القاهره ولا مكتب في لندن ولا مكتب في جنيف ولا مكتب في نيويورك ولا مكتب في واشنطن ولا في باريس، لا لا، لابد يروحوا الميدان لكي يتعلموا، حتى الكبار لابد يروحوا الميدان ويعيشوا هناك، شوفوا كيف يعانوا المواطنين هناك لكي ترجع الروح والشبابيه مره اخرى للجمعيه. السؤال اللي بعد كده، هل متوفر خطة إحلال إدارية واقعية ووفق نظم تحقق الاستمرارية والدورية؟ أيوة، في خطط، في خطط موجودة وعند وزارات الشؤون الاجتماعية كلها موجودة في الأرشيف، تاخدها تاخدها على طول، إن كل 3 سنين أو كل سنتين أو كل 4 سنين بيحصل انتخابات في جمعية عمومية، لكن إحنا للأسف بنعبد الأشخاص، قال الرئيس، ذهب الرئيس، مات الرئيس، عاش الرئيس، يحيى الرئيس إلى آخره في الجمعيات. فإذا كان الأنظمة اللي احنا بننفذها في الجمعيات، بالرغم من في داخل الوزارات في قوانين تحكم الجمعية، إلا إن أنا بحول هذه الجمعية إلى دكتاتورية قبلية أو دكتاتورية فكرية أو دكتاتورية شخصية لشخص أو مجموعة من الأشخاص. المشكلة مش في القوانين، القوانين موجودة، المشكلة في أداء الأشخاص الذين لا يحترمون القوانين، والذين يقنعون الناس بأنهم لولاهم ما كانت الجمعية، ولولاهم لذهبت الجمعية، وبهم فقط تستطيع أن تستمر الجمعية. ده كلام فارغ وكاذب وهراء. لابد أن يكون في إحلال دوري، ولابد يكون في محاسبة. محاسبة مين؟ كنا مرة في جمع جلسة من الجلسات، فأعضاء مجلس أمناء مجلس إدارة بيقول احنا هنحاسب الموظفين، فرد موظف منهم فقال لهم طب مين اللي هيحاسبكم؟ قال له ربنا. طب فالموظفين ردوا عليه طب ما احنا ربنا برضك حاسبنا. فلابد ان يحاسب مجلس الاداره ومجلس الامناء من مجلس اعلى منه. ما يبقاش المجالس بتاعتنا صوريه زي ما عبد الحليم كان بيقول، صوره صوره صوره، كلنا كده عايزين صوره، صوره للشعب الفرحان، هو فرحان مش عارف فرحان ليه؟ تحت الرايه المنصوره. فاحنا بنجيب رؤساء نعبدهم، نقرب ليه؟ لأن نعبدهم، وكل كلمة اللي يقولها الرئيس وللأسف يعني هي تعتبر قرآن وحديث وإنجيل وتوراة. بعد كده هل هناك خطة تدبير أموال تقوم على شحذ الجهود المحلية في الشراكة في سد الاحتياجات الإنسانية؟ حصل أمثلة كثيرة جدا جدا للمجتمعات الفقيرة أن تجد مؤسسات أقوى كتير جدا من المجتمعات الغنية. المجتمعات الفقيرة زي بنجلاديش وزي الهند وزي الصومال وزي السودان وزي كتير جدا من المجتمعات خرجت إعجازات. أنا أديكم بعض الأمثلة هنا موجودة. نجد إن هو في أول واحد بنتكلم عنه الله رحمه الله عليه، إيدي من باكستان، راجل بسيط جدا جدا جدا، حط فكرة العربيات الإسعاف وأصبحت دي أكبر مؤسسة في باكستان. هو مات العام الماضي رحمة الله عليه. محمد يونس في بنجلاديش، بنجلاديش مش دولة غنية ومش دولة مانحة، وبنك الفقراء ده يعتبر من أكبر الإنتاجات الإعجازية في العالم مش بس في بنجلاديش. من تاني عبد الرحمن الصميد في الكويت رحمة الله عليه، برغم أنها دولة غنية إلا أنه استطاع أن ينشئ مؤسسة العون المباشر، أو اللي كان زمان اسمها لجنة مستمر أفريقيا، يعني كنا شغل في 35 أو 36 دولة أفريقية، كله من الجهود الذاتية داخل المجتمع الكويتي. واحد اسمه المهندس صلاح عطية في مصر، يعني بدأ كان كل أمواله بتطلع جزء من الربح بتاعه يحطه في العام الخالي. لما توفاه الله سبحانه وتعالى رحمة الله عليه من سنة أو سنتين، لأن مصر كلها خارجة بعشرات الألوف تشيعوا إلى مثواه.
في مدينة مالي أنا كلمت عنها السيدة بوكتو، كان سيدة السيدة الأمينة اللي تحفظ عندها الحاجيات بتاعة البلد. وفي في مصر كذلك في شخصية أخرى اسمها الأميرة فاطمة اللي كان ليها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إنشاء جامعة القاهرة. في كتير جدا أمثلة، يعني المفروض نعمل حلقة واحدة بس عن المبدعين اللي ما حدش عارفهم في التاريخ، عشان كل واحد فيكم سواء كان شخص رجل أو امرأة، شاب أو شابة، بدل ما احنا قاعدين على الانستجرام والتويتر والفيسبوك ناخد هؤلاء الناس كأمثلة كي نستطيع أن نحتذي بهم في العمل بتاعنا من بلد. طبعا في الغرب في كتير جدا من الأمثلة، كتير جدا من الأمثلة. الذي أنشأ الصليب الأحمر بفكرة في نهاية الإيه، في وسط القرن ال19. السؤال اللي بعد كده هو الجمعيات والمؤسسات التي تمثل دولا ذات قدرة مالية، خلاص إن الدول غنية وتعمل في دول فقيرة، مهما كان قدرتها، هل دورها في سد الاحتياجات بالعطاء، أم في تنمية هذه المجتمعات، أم في الاستثمار في العنصر البشري؟ سد الاحتياجات ده من المعلوم من الدين بالضرورة، خاصة في الكوارث، لو كانت كوارث طبيعية أو كانت كوارث ناتجة عن الصراعات المسلحة. لكن ما يصرفش كل المال في الأكل والشرب والنوم والإيواء، لا هذا خطأ. أغلب مؤسساتنا في الدول هذه بتصرف أموالها فقط على سد الاحتياجات بالعطاء، وده خطأ مهني وخطأ ميداني في العمل، خطأ مهني وخطأ ميداني في العمل. بالك تنمي المجتمعات ده فرض عين عليها، لأن هذه المجتمعات لابد أن لا تصبح مستجدية بل تصبح مستقلة وقادرة على الإنتاج. زي ما ذكرت في الشريحة اللي قبل كده هو أن في من الدول الفقيرة طلعت إبداعات غير عادية، فأصبح ده الفرض. الفرض أن هو تنمية المجتمعات لكي لا تصبح مجتمعات متسولة، ومن خلال الاستثمار في العنصر البشري. أهم استثمار في أي مجتمع في العالم هو الفرد الإنسان الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى على عمارة الأرض وعلى خلافة الأرض، سواء كان الإنسان امرأة أو رجل، فتاة أو شاب، كهل أو عجوز إلى آخره. ونرجع لمثل هذه الأشياء ونرى إن كل هذه الأشياء بتقول إيه، بتقول إن إحنا لابد لهذه الجمعية حتى في وقت الكارثة نقسم المال إلى جزئين، الثلثين للتصدي لأبعاد الكارثة، الثلثين للتصدي لأبعاد الكارثة اللي هو في الأكل والشرب والحاجات دي كلها، والثلث الآخر اللي هو بيكون نحط فيه نبني فيه القدرات تنمي المجتمعات فيه وننمي في العنصر البشري. يبقى ثلثين في الكارثة الكارثة، الثلثين للأكل والشرب والاستجابة للكارثة، والثلث ده مهم جدا اللي هو ننمي بيه المجتمعات ونستثمرهم في بناء القدرات بتاعة البشر. النقطة اللي بعد كده صحيح، أنا كنت فاكر السؤال جاي من ناحية، السؤال جاي من ورايا. ما هو رأس المال الحقيقي للجمعيات؟ هل التكنولوجيا، الممارسة المدنية، أم المال؟ في نقطة ناقصة هنا، المال. إحنا ممكن نشتري تكنولوجيا لكن ما نعرفش نستعملها، ممكن نشتري تكنولوجيا عشان نتصور جنبها، ممكن نشتري تكنولوجيا عشان نوريها للناس، ممكن نشتري تكنولوجيا عشان نقول للناس إحنا إيه، شوفوا إحنا عندنا كذا وكذا، وكل ده إيه، فنكوش. يبقى نرجع لفيلم الفنكوش بتاع عادل إمام. التكنولوجيا مهمة بس للي يقدر يستعملها واللي يقدر يحقق بها الأهداف اللي هو عايزها. المال مهم جدا، لكن المال مش هو المؤشر الوحيد على نمو المؤسسة. المال كان يصبح ورم. ليه؟ لأن لو كانت الإدارة اللي في داخل المؤسسة ضعيفة هيكون المال كارثة عليها. لو كانت المؤسسة اللي داخل اللي إدارتها ضعيفة وغير يعني ليس عندها الكفاءة، هيصبح المال وبال عليها. ليه؟ لأنهم
مش هيعرفوا يصرفوا فيه صح، يحصل فيه بعد كده الفساد، والفساد بيتنوع لكل شيء، لكل مجال من المجالات داخل المؤسسة اللي بنتكلم عنها. فالمال مهم، لكن بناء المؤسسة من الداخل أهم، لكي نحافظ على المال ونحافظ على تنمية المال ونحافظ على كيف نصرف هذا المال في الأماكن المختلفة وفق احتياجات المجتمع، ليس وفق أهوائنا أو مزاجاتنا الشخصية. أما الرأس المال الحقيقي بتاع أي مؤسسة في العالم هي اللي هي إنتاجها وإنجازها وتأثيرها الميداني. أنا صرفت مثلا في السودان 5 مليون دولار وعملت 20 بيل 30، هل أنا قصت أثر هذا على تنمية المجتمع؟ هل أنا قصت هذا أثر هذا 5 مليون دولار في السودان على تنمية الأسر؟ هل أنا قصت هذا على تنمية الفرد نفسه؟ شفت بقى دي؟ أنا بروح أقول والله ناخد صورة كبيرة كده ومنازل صارف 200 بير، وبعدين ونصهم بعد كده يتعطل بعد سنة ولا سنتين، لكن الصورة الأولانية اللقطة اللي بيقولها في الإعلام، هم راح خدوا اللقطة ومشوا. دلوقتي كنا احنا عملنا خطأ في 2011 في قضية الصومال والجفاف، كلنا هاد بير، وأنا كنت بالناس دول. اتضح لنا إن الحل مش البير، قبل عمر راح كان الحل، الحل اللي هو التنمية المستدامة في بناء السدود، لأن كل سنة بتنزل في الصومال وبتنزل في جيبوتي أمطار كثيرة، وبالك وبتذهب هباء، يعني مليارات الأمطار المكعبة من المياه المطر تنزل كل سنة مطر في الصومال وفي جيبوتي إلى آخره إلى المحيط. فالمؤسسة اللي عندها رؤية وعندها فكر وعندها قدرة تستطيع إنها إذا أرادت أن تنمي، تكون عندها خبرة في المجتمع، إنها بدل ما تبني البئر وتأخذ اللقطة تروح تبني السد، لأن السد هيرفع من منسوب تخزين المياه في الأرض هناك في الصومال. فالميدان هو المحك، مش الصورة، مش المكتب الرئيسي، مش الرئيس، مش الزوار، مش الضيوف، مش النجوم اللي احنا بنجيبهم، مش ان احنا مثلا يكون واحد من لعيب الكرة مثلا ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا زين الدين زيدان سفير لينا يبقى احنا مؤسسة حلوة، لا ده ولا شيء، ده فنكوش تاني، وده اقل من فنكيش عادل امام، هنعمل له بنكوش بعد كده، هنشيل فين نقول له بنكوش، وهنسميه علي كوش ومحمد كوش وحسن كوش وحسنيه كوش الى اخره. اروح اجيب واحد عشان اتصور معاه؟ لا، هو في النهاية انا اروح اتصور مع ايه؟ مع قياس الاثر ليا في بنجلاديش، قياس الاثر ليا وكيف صرف كل دولار وكل درهم وكل ريال وكل جنيه، وما تاثير هذا على المجتمع ثم على الاسره ثم على الفرد ثم على المناخ اللي احنا عايشين فيه، المناخ اللي احنا عايشين فيه كذا. فلذلك نرجع مره اخرى قبل ان ننتهي فنلخص هذا العرض، نرجع من الاول خالص، نلخص ايه انا قلت. رايي الشخصي ان التسييس والعسكره والامننه دول بالنسبه لي انا شخصيا اللي هم ايه بالنسبه لي شخصيا يعتبروا من الكبائر في العمل الانسان على المجتمع، خلاص ده بالنسبه لي. دي بعض الوكالات التنميه الدوليه اللي عملها الحكومات لانها امنت بقوه القوه الناعمه لعمل الانسان، واحنا في بلادنا وللاسف بنقتل اي قوه ناعمه دي كلها. دي فراق نظم لكن ما فيش شفافيه في كتير من الجمعيات، هناك هاكل لكن ما فيش ما يشملنا عشان تستطيع تجيب تستجيب للاحتياجات. الاستجابة للاحتياجات مش مجرد ان احط هيكل كده شكله جميل كده، لا، الاستجابة للاحتياجاتنا عمل بلاك رؤية. هناك عايزين نخلي مؤسساتنا شابة، لابد نكون للشباب والنساء دور قوي جدا فيها، يكون فيها احلال دائم للإدارات العليا، لابد يكون في خطة الإحلال ايضا، ودي موجودة في كل وزارات. من الامثله انا ذكرت كتير جدا من الامثله زي المهندس صلاح عطيه من مصر، ايدي من باكستان، محمد يونس من بنجلاديش، سيده بكتوم من مالي الى اخره، والاميره فاطمه من القاهره. الاستثمار في العنصر البشري والتنميه هم اهم شيء
من مجرد الاستجابة بالأكل والشرب. يعني اعمل استجابة بالأكل والشرب والكساء، لكن في نفس الوقت تلت الميزانية بتاعتك في أثناء الكارثة اصرفها على المجتمع المحلي عشان تنميه. رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة هو الممارسة الميدانية. خلاص خلصنا؟ معقولة؟ طيب يلا، جزاكم الله خير وشكرا، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعديه، ونتمنى لكم يوم جميل، وبكرة الجمعة وكل سنة وانتم طيبين، وبعد كده السبت والحد لإخواننا اللي هم المسيحيين واليهود، يعني عشان ربنا يكرمهم ويروحوا بقى يصلوا بقى الأيام دي. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.